عنوان التعلم الرقمي في خدمة المدرسة الجمهورية، ينطلق هذا النشاط التربوي المنظم بالتعاون بين مشروع نشر المعرفة وجمعية مبادرة شباب الحوض الشرقي في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستويات تلاميذ السنوات النهائية بالحوض الشرقي. أتشرف بالحضور معكم اليوم لإشراف على انطلاق حملة لدعم التعليم على مستوى ولاية الحوض الشرقي، والتي تنظمها جمعية مبادرة شباب الحوض الشرقي بالتعاون مع مشروع نشر المعرفة تحت عنوان التعليم الرقمي في خدمة المدرسة الجمهورية، والتي تندرج في إطار دعم الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني. وتساهم هذه الحملة والتي تعتبر الأولى من نوعها داخل البلاد في تحسين مستوى التلاميذ، خصوصا تلاميذ أقسام مسابقات دخول السنة الأولى الإعدادية وشهادة ختم الدروس الإعدادية وشهادة الباكالوريا. منظم النشاط أكد أهميته خاصة على مستوى الأقسام النهائية. هنا أنتهز الفرصة لأشكر القائمين على مشروع نشر المعرفة لما قدموه من جهد وتعاون لتحقيق هذا الهدف، كما نشكر زملائي في جمعية مبادرة شباب الحوض الشرقي على عملهم ليل نهار لتحقيق أيضا أهداف، دون أن ننسى العمل الدؤوب التي تقوم به السلطات الإدارية على مستوى الحوض الشرقي. سيستفيد التلاميذ إن شاء الله تعالى من هذه الحملة، من هذه الحملة التي ستكون على مستوى الولاية، من الحصول على أحدث الدروس في المجالات المتعلقة بشهادة البكالوريا وشهادة ختم الدروس الإعدادية ومسابقة الدخول سنة أولى إعدادية. بدور المفتش المقاطعي للإدارة الجهوية للتدريب وإصلاح النظام التعليمي السيد أبو بكر الصديق المحمد أبرز ضرورة تنظيم دروس تقوية لتواكب الجهود المبذولة من أجل تحسين مستويات التلاميذ. الحضور تابع بعد ذلك عرضا مفصلا عن مكونات المشروع وما يسهم به من تقنيات ووسائط لتحسين مستويات التلاميذ المتأهلين للشهادة الابتدائية والإعدادية والبكالوريا بولاية الحوض الشرقي. الفاغة والشيباني، قناة الموريتانية، مدينة النعمة.